أحلامك صعبة ولا بعيدة وحمل علي شاف كيف فرحه وهمه وحلمه وصوني سره وخاف عليه لازم يخرج عنده شوق يرجع بيته يلاقي هدوء لازم يخرج عنده شوق يرجع بيته يلاقي هدوء شريك حياتك لازم يبقى أهم وأقرب حد ليكي شريك حياتك لازم تبقى راحته وجنبك بين إيديكي عجبتكم؟ تحية لكل المشاهدين وللجميله منى عبد الغني وبنرحب بمخرج الكليب الجميل اللي احنا شفناه ده شريك حياتك شريك حياتك طبعا حضرتك ده اول ده مش اول شغل ليك محمد عبار اهلا وسهلا اهلا بيك زي حضرتك طبعا في الاول احب اشكر استاذه منى ان ادتنا الفرصه ان احنا نبقى موجودين النهارده مع حضراتكم طبعا ده شرف لينا نورتنا ربنا يخليك لا انتوا ليكوا تاريخ وسالت قبل ما اشتغل وشفت شغلهم عاملين هو يمكن ما يتكلمش عن نفسه بس هو عامل تامر حسني اغنيه حلوه قوي كليب حلو قوي وان شاء الله مدحت في اللي جاي لانه في نفس الشركه ان شاء الله مدحت صالح طبعا النجم الكبير انضم لشركه اي بي سي انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا 31 اول ما عرفت ان في اغنيه لمنى عبد الغني كان ليك تخيلات كان ليك تصورات انت هتعمل ايه فيها بصراحه مش انا لوحدي يعني هو كلنا احنا تيم انا جاي هنا بمثل تيم 7 ده تيم كبير كلنا بنشتغل على حاجه فاي حد اصلا عرف ان احنا هنشتغل مع استاذه منى اللي هو ايه ده الله اول حاجه بنسمعها الله ايه ده هي ترجع تغني تاني ايه ده هي فعلا طب انتوا هتعملوا لها ايه فابتدينا بقى نسمع الموضوع نسمع الاوديو طبعا جالنا في الاول الاوديو كنتش لسه عارف عنه حاجه فلقيت ان الموضوع اجتماعي لطيف شبه الاستاذه منى طبعا يعني مش حاجه مختلفه عنها وعن اللي احنا اصلا عارفينه عنها يعني الخلفيه بتاعتنا وبتاعت الاجيال اللي قبلينا والاجيال اللي بعدينا كله عارف ان الاستاذه منى ليها شكل كده وطابع معين فقعدنا سمعنا الاوديو كويس جدا كلنا التيم كله كريتيف دايركتورز انا اصلا مونتير ومخرج يعني بخرج حاجات اللي هي ممكن تستفزني اللي هو مش كله بس انا شغل الاساسي انا اديتور اصلا فما شفنا ده سمعنا الاوديو وابتدينا نقعد نشتغل على الفكره حطينا الكونسبت وحطينا الستوري بورد وحطينا التفاصيل كلها وابتدينا نمشي مع الموضوع واحده واحده وربنا لقيت كرم. ايه مع منى يعني لما كنت تعرضوا حاجات هي كانت بتعترض على حاجات كانت بتقول لا في حاجات ولا كانت هي انا عارفه ان هي سلسه يعني منى طالما الايمج بتاعها هي محافظه عليه ما عندهاش اي مشكله هي دخلت قعدت معانا في الاول اتعرفت على التيم كله طبعا التيم بتاعنا كله حلواني وفتحي وماز ولبيب ماز ده طبعا حفيد عبد الغني السيد يعني ده تيم 7 كله قعدنا نتعرف هي اول ما شافت الشباب كله احنا كلنا اعمارنا شبه بعضينا يعني اكبر حد فينا عنده 32 سنه من 20 ل 30 ده التيم كله بنشتغل في المجال بقى لنا مثلا حوالي 10 سنين بادئين بدري اشتغلنا اعلانات اشتغلنا برامج ميوزك فيديوز عملنا حاجات كتير دراما فهي برضو عندها حس فني ان هي تقعد مع الناس وبتقدر تستشف الناس دي هتقدر تقدم حاجه كويسه
ولا لا؟ طبعا بالخبره اتفرجت بتاعتها على هن عاملين اتفرجنا طبعا على شغلنا للمطرب امارات عبد الله عبد العزيز، عبد الله اللي نجح في ستار اكاديمي، عملوا له اغنيه اسمها هن وكاتبها برضو بهاء الدين محمد، بيفسر الستات ايه وهم يعني هم اشكالهم ايه ومشاكلهم ايه، فعجبتني قوي الغنوه عاملينها حلوه قوي. اه دي كانت في 2015 عملنا الميوزك فيديو، عملنا الكونسبت فكره وعملنا التنفيذ بتاعها، والحمد لله خدت هي الاغنيه كانت انتاج شركه، مش عايز اقول اسماء الشركات، انتاج شركه كبيره، واتعمل زي مسابقه في شركه تانية اونلاين يعني احسن كليب في 2015. ودي كانت كان روتانا، هي روتانا كانت عامله استفتاء على احسن كليب في 2015 على الفيسبوك بيج، واحنا كنا جود نيوز، فاحنا خدنا رقم واحد، كان في اسماء كبيره برضو موجوده والحمد لله. يعني بتشتغلي مع الشباب يعني انت كشغل بقى بره بره البرنامج طبعا. انت بتحبي دايما تشوفي دماغهم بيفكر ازاي، حتى انت دايما في شغلك في حد ولادك معاكي بتشوفي مخ كريم، بتشوفي مخ اه بحب اسمعهم كمان، يعني سمعت ولادي ولاد محمد والجيل ده هو اللي هيسمع برضه، هو اللي هيشغل اغنيه في قالوا لك ايه على الاغاني دي؟ لا كانوا مبسوطين جدا، يعني قالوا لي ده عادي، احنا كنا فاكرين ديني بقى ويعني في ضفوف وفي الاغاني تقليدي يعني لا هي اغاني تشبه، حتى استعنت بالموزع طارق عبد الجابر طبعا بحييه جدا بشكره على تعبه، استاذ وليد سعد واستاذ بهاء دي محمد عاملين شغل زي اللي بيعملوه لكل الناس، يعني انت في اول دخلت الاغنيه تقولي هي اغنيه لاي حد موجود ما تحسيش ان جايه من كوكب تاني. المخاوف بس اللي كانت جوايا وانا قلتها لهم وهم بيعملوا برين ستورمنج وقاعدين احنا مع بعض، قلت لهم انا خايفه ما تحطنيش في حته بقى ملائكيه والمش عارفه ايه، بس هنا عشان دي ام عروسه، استاذ هاني البحيري طبعا مصمم الازياء العالمي عمل لنا الفكره، يعني الفكره كنا عايزينها كده. يعني انت ام عروسه وبتقولي لبنتك تعملي ايه؟ اه بالظبط طبعا جاي على الست عادي يعني. طب يعني انا عايزه استسمحك يا منى علشان كتب الكلام ده عندي شويه كلام معايا. الشاعر الكبير الرائع بهاء الدين محمد، كل سنه وانت طيب يا بهاء. انا مش طيبه، كل سنه طيبين جميعا، وعيد حب جميل وكل ايامكم جميله. والحب يا بهاء، كلماتك الجميله في الحب بكل المراحل وعلى اصوات كل النجوم. شريك حياتك فيها نزعه ذكوريه شويه، ان الست هي اللي بتقول لها اعملي كذا وكذا وكذا، لا احنا عايزين كمان شريكه حياتك المفروض تعملها ايه؟ مظبوط؟ وانت نصير المراه دايما. طب دي طبيعي جدا طبعا، ان شاء الله هتلاقوا في الالبوم ده كل ما هو تتخيلوه، لان انا يعتبر كتبت منى. انت عارفه منى بالخير والطيبه اللي جواها بالانسانيه بالالتزام، كتبتها. هتلاقيها في طاعة الزوج، في معاملتها مع الزوج، في الأبناء، هتلاقي كل فكرة في أغاني أطفال. إزيك يا بهاء الأول؟ طالعة من شخصية منى. إزيك الأول؟ إزيك يا منى؟ طبعا هو أستاذ عمار معانا المخرج اللي عمل الكليب الجميل. مبروك يا عمار، وأحسنت طبعا. إحنا أخبارك إيه؟ على طول في تكوين عمل حلو يعني. بهاء كتاباتك لألبوم منى كحاجة اجتماعي كانت مقلقة بالنسبة لك غير لما تكتب أغنية عاطفية عادية بين اتنين بيحبوا بعض أو اتنين بيتخانقوا مع بعض؟ هي الفكرة انك تكتبي ألبوم بعيدا عن الحب، بس فيه حب استفتكري تاني بس كان سهل عليا ان انا اكتب ده، لان انا ايه بحب المنطقة دي، وفي نفس الوقت لان عندي اللي هتغني مصدقها، وفي نفس الوقت عندها حاجات انا ممكن اخدها احطها. يعني أنا شفت حاجات كتيرة في الطبيعة مع منى فنقلتها كتبتها. يعني هي طبيعي جدا، مسألة الكد، مسألة طاعة الزوج، مسألة الأبناء، مسألة كل فكرة من الأفكار، حتى لما هي هتيجي تقول لبنتها توصيات معينة هتقول ده. يعني فأنا خدت اللي هي ممكن تقول. هي منى فعلا نموذج لشريك حياتك، تستخرجي جوهر الشكل وتطرحي الشكل. هو أنت فعلا كتبت الأغنية دي مطابقة لمنى. انا لو انت بتكتب لي اغنيه تكتب لي ايه؟ لا خدي بالك بقى، النهارده انت متالقه جدا، الفستان خطير جدا، وشيرين بصراحه لقطت لقطه جميله جدا وقدمت نجمه بقى. اوعى بقى، اوعى هتكتب لي اغنيه ايه بقى؟ خدي بالك بن سهير لابسه قلب احمر. ايوه يعني تركيبه التكوين هي قلب بيمشي على القلب، هو قلب. طب يا بهاء دلوقتي لما تيجي تكتب لي اغنيه انا اغني ايه؟ انت لازم تكوني عندك طاقه
جواكي، وفي نفس الوقت وجهة نظر نسائية جدا. ميرسي جدا. عايزة تذبح الرجالة، عايزة تذبح الرجالة كلهم تعدلهم. ايوه بالظبط، وهي اصلا هي وهي بتحبهم جدا. بصي بقى انا تارجت بتاعي الحب. انا تارجت بتاعي اغنية شعبي حاجة كده بقى برضه. حاجة كده لا وبعد بصي بعد الفستان ده خلاص اتفقنا. السينما بقى مفتوحة، السينما مفتوحة، الدراما التلفزيونية كل حاجة خلاص. سهير هي اللي فضحتني. شوفي بس منى، شوفي منى حتى لما جت تلبس حاجه قلت لها انت اكيد قلت لها لازم نحط تاتش احمر. تمام. فراحت حتى ايه بصي لون ايه والله الطرحه لازم يعني لبست اللون اللي هو بتاعها برضه. يا بهاء احنا سعداء بيك جدا، وبسم الله ما شاء الله عليك، يعني انا التجربه دي بصراحه مبسوط بيها جدا وكلماتك رائعه. انا اكتر يا بهاء، وانا اتشرفت، وكنت فاكره التعب اللي تعبته معايا كانت ايام الثوره. الجماهير نفسها يعني الجماهير عارفاكي وكشف قلبك وحساكي دي حقيقة. وعارفين، وفي نفس الوقت انا بقول لهم الالبوم ده البوم لكل مستمع ولكل سن، مش مجرد بس حاجات حالات انتاني. لا ده احنا عاملين عمق المجتمع، الاطفال عاملين الاطفال غنوتين كمان حلوين قوي، سايبين حتى الاطفال كمان. كل حاجه طيبه يعني البوم طيب تقدر تسمعه من غير ما تتجرح، من غير ما يحصل لك اي حاجه، طالما انت عايز تبقى في عالم منى. يسلم شكرا ويسلم احساسك ويسلم كل حاجه، ان انت حد جميل جدا وابداعك جميل، ومعانا برضو الابداعات الجميله منى طبعا موجوده، فلازم كل الرائعين يكونوا موجودين. عايزين بعد الفاصل نتكلم على تجربه انك عندك عروسه. ايوه، وهنستقبل معانا العرسان بتوع كليبات طبعا، وعمار عريس على فكره هيخطب قريب كمان، عمال يحفظ العروسه الكلمات الاغنيه عشان احنا عندنا فاطمه، بس هو ما رضيش يخليها تطلع. ان شاء الله هندخل بقى الابطال بتوع الكليب بتاعك، وهم خاطبين والمفروض على وش جواز. عامر وسلمى. عامر وسلمى هنستقبلهم، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل وحوار مع منى عبد الغني. بنجد تحية لكل المشاهدين، ومنورانا الجميلة منى عبد الغني والمخرج الشاب الجميل محمد، وانضم لنا دلوقتي سلمى المفترية. سلمى المفترية عامر، أشهر خطيبين على مواقع التواصل الاجتماعي، مسميين نفسهم كده وعاملين حركات، لكن هم تجربة جميلة جدا وبنحييهم وهنبارك لهم قريب على الفرح إن شاء الله. إيه الدوشة اللي أنتوا عاملينها دي؟ والله ايه الحلاوه دي؟ هي طلعت عليا مع ان انا ماليش دعوه خالص. وانت قلت سلمى المفترية. قاسي القلب. انا هي سلمى المفترية عشان مش كل الرجاله قاسي القلب ولا ايه؟ صح؟ نعم. انا مشكله معاكي جدا لان طول الوقت ضد الرجاله. كل الرجاله قاسي القلب. طب لما انت شايفه كده ايه اللي مخليكي يعني مرتبطه ومظبطه حطيتيه ازاي على القبله؟ هو قاسي القلب بس انا بحبه، فعنده حاجات حلوه، فبنحاول نعالج موضوع القسوه ده شويه شويه. طيب انا الاول عايز اسال عمار، الكابل الرائع ده اكتشفته ازاي واخترته عشان يبقى موجود في كليب منى؟ ليه؟ الفكره ببساطه اصلا قبل ما اجي لموضوع الكليب اصلا، انا كنت عادي على الانستجرام بتفرج على اللي بيحصل بقى، بشوف ايه الدنيا، فهم طلعوا لي يعني ظهروا كده فجاه، لقيت الاثنين دول ليهم فيديوز كتير بقى، ليهم فيديوز كتير. انا عارف وفيوز عامل بقى ايه، ملايين. كتير ملايين. انا عارف عامل كفيس ان هو بيمثل ويشتغل دراما، انا هتشهر معاهم بقى. واشتغل في دراما في حاجات اوريدي انا اشتغلت فيها قبل كده، يعني مسلسلات ازمه نسب، شغل احنا عملناه قبل كده، فانا عارف وشه وعارف شكله. فما فهمتش ايه الافيه، فدخلت عندهم ابتديت ايه اشوف بقى انتوا بتعملوا ايه، فلقيت بقى فيديوز وكونتاكت مع الناس والناس بتتفاعل معاهم. بس انتوا مخططين لده ان انتوا تعملوا ده، ولا هي طبيعه شخصياتكم اللي عملت كده؟ يعني انتوا غاويين لفت نظر عملتوها ازاي يعني؟ بص انا هفهمك على حاجه، اولا احنا بنلعب طول الوقت عادي جدا. من قبل ما نعمل اي فيديوهات كنا بنقعد واحنا مثلا خارجين نقعد نصور نفسنا سيلفي ونكلم الكاميرا على اساس نكلم الناس عادي جدا. جينا في الخطوبات خطبنا، مش عارفين بعد ما اتخطبنا اصلا احنا فاجئنا اهلنا، يعني ان احنا خلاص اتخطبنا ماشي. خلصنا مش عارفين هنعمل ايه، مش فاهمين يعني ايه فجأنا اهلنا. فجأنا اهلنا دي يعني ايه؟ فاجئتوه ازاي؟ يعني سلمى مفترية اتكلمي. هو المفروض كان هيجي يتقدم لاهلي ويتعرفوا على بعض والحاجات دي، فاحنا نزلنا اشترينا الدبل مع نفسنا خالص، وقلنا لو هم حبوا بعض
هنلبس دبلة. ما حبوش بعض هننزل نبيع الدبلة. نبيع الدبلة واكيد الدب يكسب كده كده. لا 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 تمام. الاخر جامدين. فحصل ايه بقى؟ فحصل ان هم لقيت الحاجه عندنا وهم خلاص الموضوع جميل وبيتكلموا وحبوا بعض وبتاع، فبقول لهم طب يلا بقى مش هنخطب ولا ايه؟ فبيقول لي طب نحدد ميعاد ونشوف هنجيب دبل وبتاع. عمليين بقى اتفضلوا. قلت لهم طب ليه؟ طب ما الدبل اهي انت جايب الدبل. قلت له اهي. قام باصص لي باباه قلت له يلا نقرا الفاتحه. عامل قارين. بس سلمى بقى الكلمات اللي كتبها عبد بهاء الدين محمد وغنتها منى شريك حياتك وانت كده المفتريه، عايزين انت قلت ان هو قاسي القلب لكن ما عرفناش ليه هو بيقول عليك مفتريه، هتنفذي كلمات منى عشان ما تبقيش مفتريه؟ هحاول. يعني تختاري وقت مناسب تتكلمي معاه بقى وحاجات دي ولا بتقفشوا زي ما انتوا عاملين؟ لا لا بنقفش طبعا. تقفشوا؟ احنا حقيقيين جدا لان انا وقت ببقى عايزه اتكلم فخلاص انا عايزه اقول كذا ست حتى لو بتفرج على الماتش. انت كنت في بتفرج على حاجه كده وهي بلاي ستيشن وهي داخله لك. مين بيصالح مين الاول؟ انا. هي اغلب الوقت اللي بتصالح. ليه كده؟ عشان هي اللي غلطانه. عشان هي اللي غلطانه. لا خالص، عشان هو عاده الرجاله بتكابر وما بيحبوش يعترفوا بغلطهم. لا خالص. فانت بتضطري احيانا لو انت مش غلطانه تقولي طب يلا نعدي الموضوع عشان نعرف نتكلم. بس نعديه لكن مش هتتاسفي. مين جاب لك تاني هديه النهارده؟ النهارده نصب عليا. لا النهارده انا كنت عامل لها مفاجاه واتفقت مع فتوح ماشي ان هي هنجيب هديه لان انا هي معايا طول الوقت مش عارف اجيب لها هديه. فقلت لها هتجيبي الهديه وانا هفاجئها على الهواء. فجابت ثلاث وردات انتوا خدتوهم تقريبا. هي قالت لي ان انتوا اللي خدتوهم. لا دول بتوع سهير. لا دول غير اللي في الاوضه. غير اللي اتاخدوا في الاوضه. تمام. هي قالت لي ان في ثلاث وردات جابوا حاجه ثلاث وردات بس. وانت قابله الورد بس؟ لا ما انا هو غالبا شكله ما جابش حاجه. انت قابله الورد؟ بصي هو لو هو الدنيا مظبطه معاه بصراحه بيعمل كل حاجه بس احنا لسه بنبتدي وداخلين على مرحله. لا 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 طب استني. طب ما انا جايب لك اول امبارح في عيد خطوبتنا ماشي ورد ورسم لك عليه افيال. انا بحب الفيل قوي. الفيل جدا. جبت لها ورد وقعدت رسمت لها على الحاجات. طب مش تتخطبوا يوم عيد الحب عشان تبقى الهديه هديتين؟ لا ده هو او يعني مصلحه واحده. الموضوع ده ازاي بقى؟ احنا خطبنا 12 ماشي ما لقيناش حاجه نعملها فغنينا الاغنيه اللي هي بتاعت اوعى تجيب دبدوب اللي هي بتاعت الفالنتاين ماشي. طب دي انا سرقتها اصلا. هي بتاعت حد تاني. بتاعت ابو حفيظه اصلا. طب انت بتعرفي تغني تشرفي؟ اوعى تجيب دبدوب. اوعى تجيب دبدوب. ده ابوها مهرجان اصلا. كل فلوسك. ايوه ايوه. طب احنا ما سمعناهاش. قول قول قول. انت واخده بالك؟ ايوه. فغنيناها و طب نغنيها نسمعها. لا لا ما انا مش حافظها ولا سلم. وهتجيب مهرجانات؟ يلا. لا مش مهرجانات والله. انا ما كنتش لازم تغني. قلبت الاغنيه. قول 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 قول. هي كانت ايه؟ اوعى اوعى تجيب دبدوب مع شنطة عليها قلوب كل فلوسك هتضيع علشان تبان حبوب فرتكة فرتكة. ايوه ايوه انا ناسية والله. دي على السؤال هشتكة ناسيها لانه من سنة. اسمعوا كلام منى عبد الغني. جوازكم يستمر ويعمر طول العمر ان شاء الله. هيحصل. ومنى ومنى تسمعنا حاجة بقى ليكم مخصوص تقولينا. بس الأول نقول لمنى مبروك حبيبتي. واحنا سعداء بوجودك. خلاص عشان المطبخ بقى سيبكم. انت فاهمه الليله دي. سلمى وعامر ومحمد نورتونا جدا ولازم هتجوا لنا مرتين. يلا قول لهم جزء صغير كده من ويلا معايا حبيبتي على المطبخ. طب انت حفظتوها بقى طبعا اكيد. طبعا. شريك حياتك لازم يبقى اهم واقرب حد ليكي. شريك حياتك لازم تبقى راحته جنبك بين ايديكي. اوعى صوتك يعلى عليه. اوعى تخبي سر عليه. اوعي صوتك يعلى عليه. اوعي تخبي سر عليه. اوعي تكون احلامك صعبه ولا بعيده وحمل عليه. شاركيه فرحه وهمه وحلمه وصوني سره وخافي عليه. لازم يخرج عنده شوق يرجع بيته يلاقي هدوء. لازم يخرج عنده شوق يرجع بيته يلاقي هدوء. شريك حياتك. الحمد لله على السلامة. الله يخليك. بنشكركم على المطبخ. اتفضلوا معانا.